نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، موضوع مهم الحقيقة، لأنه كتير جدا بنشوف قامات فنية كبيرة كلنا بنحبها وبنتأثر بيها بشكل كبير، نسمع لا قدر الله عن إنه توفى في بيته من غير ما حد يعرف عنه حاجة بعد تاريخ طويل من العطاء. بنتأذى نفسيا قوي لما نوصل لكده. خبر مفرح الحقيقة إنه النهاردة تم افتتاح أول دار لرعاية كبار السن من الفنانين والممثلين في مسعى من النقابة لضمان حياة كريمة لشخصيات ادتنا كتير في حياتها، علمتنا علوم وفنون وثقافة وتركت بصمة كبيرة في حياتنا، القوى الناعمة بتاعتنا زي ما دايما بنتكلم عنها. دار رعاية موجودة في مدينة 6 أكتوبر واسمها دار القوى الناعمة للرعاية. مزيد من التفاصيل معانا دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، ومبروك افتتاح الدار. والحقيقة انه عندنا قامات فنية تستحق انه يعني يكون ليها دار للرعاية، لانه زي ما كنت بقول كنا بقينا بنشوف انه قامات فنية كبيرة نسمع انه توفى في بيته وكان مريض وما نعرفش عنه حاجة. اولا مساء الخير وبشكرك جدا جدا، والحمد لله ان اخيرا الحلم اتحقق ويعني شدينا العجز اللي كان موجود عندنا، وهو وجود مكان يليق بكبار نجومنا وكبار اساتذتنا واجيال الرواد. يعني الحمد لله. عايز اسال حضرتك عن الخدمات اللي هتقدمها الدار للمسنين الموجودين فيها. الدار طبعا فيها مطعم ومطبخ كبير، فيها جيمنازيوم، فيها مكتبه ثقافيه، فيها عيادات ومعمل تحاليل وكده، وفيها حمام سباحه. دول مبدئيا. لسه بقى يعني الاسر الفنيه برضو بدات تجتهد كده وعايزه تبتدي تعمل لهم زي عروض فنيه، تروح تشاركهم، نروح نشارك مع بعض في انشطه معاهم. فان شاء الله يعني احنا دار مختلفه شويه، لان طبيعه يعني الفنانين يعني ليهم اختلاف في طباعهم وعاداتهم وتقاليدهم. صحيح. طب سعة الدار يا دكتور أشرف؟ الساعة احنا عندنا 40 غرفة، كل غرفة منفردة يعني. طبعا هيبقى في خدمة مجتمعية، يعني مش هقول لك كل الغرف للفنانين، لكن برضه في جزء احنا بنساهم بالخدمة المجتمعية فيه، واحنا بنخضع لإشراف من وزارة التضامن الاجتماعي. الموضوع قائم على التبرعات ولا هيكون في مبالغ مادية الناس هتدفعها عشان تقدر تكون متواجدة في الدار؟ لا، اللي بيخش الدار في رسوم. هي رسوم مش كبيرة، لكن الغير قادر من الفنانين على دفع هذه الرسوم النقابة تدفعها بالنيابة عنه. لكن الدار برضه لازم تصرف على نفسها. يعني في عمالة، في دكاترة، في أمن، في جهاز إداري برضه يعني. والدار هتستقبل الفنانين بس ولا لو كان في مساحة لخدمة مجتمعية وفي مكان في الدار نقدر نستقبل فيه غير الفنانين؟ يعني كنت بقول لحضرتك من شويه برضو نفس الكلام، ان في خدمه مجتمعيه طبعا. ان انا طبعا عندي 40 مكان. انا ما اعتقدش ان ال 40 مكان هيتملوا يعني الفنانين، لكن هيبقى في جزء خدمه مجتمعيه. ده معناه ان احنا ممكن ندخل ناس مش فنانين داخل الدار. بالظبط بالظبط بالظبط. او فنانين ومش اعضاء في النقابه. بالظبط، يعني احنا مصريين في الاخر. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيليه. خطوه مهمه جدا الحقيقه، ويعني جايه في وقتها، لانه كنا محتاجين دار للقامات الفنيه الكبيره اللي يعني بيرسى بيها الامر في الاخر انها تكون حتى لو تقدر انها تعيش لوحدها، مش عايزه تعيش لوحدها، عايزين يقعدوا ويتونسوا وحد ياخد باله منهم وحد ياخد بحسهم كده زي ما بيقولوا. فمهم جدا ان احنا يكون عندنا دار نكرم بيها الفنانين دول في ايامهم يعني الاخيره في الدنيا، يكونوا زي ما اسعدونا طول حياتهم كمان هم يكونوا سعداء، حتى لو ما فيش حد من اهلهم يقدر يقدم ده، المفروض ان احنا جميعا اهلهم. فخطوه مهمه جدا انها اتعملت.